سقينا فاغسلنا ليتش سقينا فاغسلنا. أمام هذه المائدة التقليدية اللي تغلب فيها المأكولات البحرية، وشاركوا مشاهدينا، سافروا معنا إلى ولاية تيبازا باش نتعرفوا على حكيم، هذا الفنان الموجود بيما غورايا يشكل لوحات فنية يستعمل فيها مجسمات بحرية. نخليكم تتعرفوا أكثر على الجمال والإبداع من خلال هذا البورتري اللي قام به زميل جميل نور الدين. يلا تفضلوا معنا. كثيرة هي المواهب التي يستطيع المرء تجسيدها منذ صغره، خاصة أولئك الذين احتوتهم طبيعة المكان. وأي مكان، البحر من ورائهم والحياة الملهمة أمامهم. هذا دأب حكيم ذي العقد الرابع، شاب ترعرع بين أحضان طبيعة بحرية من أب وعائلة كلها تسعى في رزقها من هذا البحر. هنا بتيبازا بقرية بحرية ساحرة تدعى غورايا. أنا وليد البحر، لا فامي ديالي كاع في البحر. ديجا بابا راهو ريتريت ديجا أونسيان مورا معروف، وخوتي عندي ربعة راهم في البحر. قلت أنا وشنو أنا واش راني نخدم، مشينا لجال الحوت باه نجيب هذو لي كريستاسي هذوما وكالك بواسون باه نخدمهم دون دي طابلو، باسكو هذو راهم في حالة انقراض كما يقولون. توت بوليسيون، أسير بيش، كاين بزاف من العوامل اللي أثروا في الآخر تاعنا هذا اللي نقصد. كل صباح يقدم حكيم بخطى ثابتة ومعه لوازم الصيد ليبدأ رحلته من على رصيف الميناء نحو مقصده، لعله يحظى بما جاد به البحر من ثماره. لم تكن بالتأكيد هذه المرة أسماكا، بل نوعا آخر يستهويه الكثير منا في شكله وطعمه. تلتقطه شبكته التي اعتادت على هذا النوع من الصيد الثمين ليعود به إلى حيث تتوق نفسه الإبداع، إلى مخبره بدار الشباب ليتفنن في جعله شيئا ذي معنى. عندي ان كلوب فير دونفيرونمون دي جيستاس ماريتيم، دونك انا نلم هذو صوالح اللي راهم تري تري رار، وكاين اللي راهم في حاله انقراض، كاين اللي راهم ينقصوا، وكاين اللي راهم مناسي. دونك انا نلمهم. عندي هنا في غوري فاميزون جان ان صال نكسبوزي فيها البرودوي تاعي كي نخدمو. قبل ما نخدمو ندخلو اللابو، ثم نقوم بعملية التحنيط وكاين بزاف من الامور، نقيه وكذايا ومن بعد نديرو في لي طابلو تاعو. ميم طون عندي دي زيليفا هم يتبعو فينا في لا ميزون جين، ندير لهم اشرطة على الميليو مارا، ومن بعد نقدمو لهم يعني نشرحو لهم واش كاين دي زيكسبليكاسيون. ولي جور اللي ما يقراوش فيهم نهبطوهم للبحر، ندوهم لي بلاج يلقوا معنا، ينقوا معنا لي بلاج ويلموا دوك لي ليسي ديشي دو مار اللي يرمي البحر وكذايا، والحاجه اللي تنفع ندخلوها للبحر. نبقى بين الجو
بعدا خلوهم ينشفوا شويه. بار اكزومبل ناخذوا هذه كي تنشف يقتلها الماء هذاك، نستعمل لها ان برودوي اللي يسموه الفورمول، يعني نضرب لها تشكيك. هذا البرودوي هذا باه ما يعطيش الريحه، ما تبقاش فيها ريحه، ما تفوحش، وتزيد تحكم هي لونغ ديالي. هذا ستان كراب، كراب دو شافري يسموه، نوع من انواع القشريات. ستان كريستاسي، وهذا راه كيف كيف راه في حاله انقراض. هذا ما لازمش كاع تمسو. فوالا كيما هذا الكراب هذا ما يديش بزاف، يدي حوالي 3 حقن با بليس. خلوه ينشف كيما راك تشوف، هبطلو لي بات تاعو بيان ويبقى هنايا ينشف. نهار اللي ينشف نعاودو نقوه افيك اون بتيت بروس كيما هادي تنفع، اون بروس ا دون كاع لي كوتي من التحت من الفوق. كي نكملو كاع نفرنوه ونوجدلو ان طابلو ونديرو داخل الطابلو، بصح ما نديروش وحدو، نديرلو كاركتريك معاه لداخل لي بتي كوكياج دي غورغون باهي يعطي شويه نظره مليحه لداخل. فوالا كيما الطابلو اللي راكم تشوفو فيه تاع دو كوشون دو مان. من بعد ما جبنا هذو لي كوشون دو مان من البحر، فوالا نقيناهم ديبويناهم، لحينا لهم الحم ديالهم، درنا لهم الملح، نشفو. من بعد ما نشفو فوالا هنوجد لهم ان طابلو وين يتلصق فيه الحطب ديالو من تحت. فوالا شحال هكذايا بلا كول، هذه لاكول تاع البيستولي هذه معروفة. نخدمو لها سيبور من تحت كاع لي كوتي هكذايا. من بعد نزيدو له كلك ديكور لداخل، كلك ديكور بليس كلك في كوكياج لداخل. اي فوالا، من بعد ما قمنا بعمليه تاع لصقناه كاع بلاكول وكذايا، فوالا كيش راح يخرج طابلو هذاك. في حسن تصانيفها ودقة تفاصيلها، تستحوي تحف حكيم أبناء منطقته من أطفال وحتى الكبار داخل إحدى زوايا هذا الفضاء المعطاء بدار الشباب الذي احتوى تلك الروائع. حنايا كل عشية حنايا وصحاباتي نجيو لهنا يورينا كامل واش سيدو يعرفهم لنا، يقولنا اسماواتهم ويوريهم لنا كيفاه يمشيو في البحر. سيد حاجة شابين هذه التحف، ماشي اي واحد يعني يقدر يخدمها التحف. على كل حال هو راه ينشط في الدار، ورانا نعاون احنا هنا باش نساعدوه، يعني نقدموا له يد المساعده باش ان شاء الله يوصل الى ابعد ما يمكن. معكم هذا الاطفال اللي راهم كالعاده يعني يجوا كل ايام اللي يكون في وقت الفراغ نتاعهم باش يعني يديروا تجربه من هذا الفنان، وان شاء الله في ميدان البيئه تجول البيئه والبحر. كثير هم معارف وأصدقاء حكيم الشاب الرقيق المشاعر، من وجد عنده حبه وإتقانه لعمله والتعامل مع محيطه، خاصة إذا تعلق الأمر بالبحر بما يحويه من كائنات تعتبر عنده حجر الأساس لكل عملية صيد وإبداع. حكيم هو 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 محامي البحر، حيث أنه يتألم عندما يشوف الشاطئ، يشوف يعني المواد البلاستيكية التي تتراكم على الشواطئ، يحاول كيفاه يلقى حل لهذه الظاهرة هذه.
لانه بكل صراحه واحد النهار كنا نحوسوا قال لي البحر هذا راح ناذيوه لانه كاين بزاف الكائنات اللي راحت كانت مقبل بكثره كيما الليمول مثلا. حنا الليمول كنا نحيوها من الشواطئ درك صبح في البحر ما كاش لا هناي ما كيني مانحما نشهر وحظ مانشاقي مغوحدي ذكاس. حكيم هذا يعني فنان، والفنان كما على بالكم الفنان يحسب الفنان. الشيء اللي راه يعمل فيه هو يعني ما كاش بزاف شباب اللي يخدموا هذه الخدمه هذه، وكي تشوف يعني للطابلو تاوعو يعني الانسان يبقى منبهر امام هذا العمل الجبار اللي راه قايم به. يعني الانسان الحساس يفهم واش راه يدير حكيم، حاجه عظيمه بالنسبه لي انا. مقابل الجو امسلك ثيم الطاوان ورثواني ترو يزلو زاغ ذقضيلا. عالم حكيم لم يتوقف بالتأكيد عند يومياته في الإبداع بورشة عمله، فحياته واستمرار وجوده وإلهامه يسقيه ويغذيه ذلك الجو العائلي الذي يربطه برفقائه وأبناء بلدته السياحية الساحرة في أجواء حميمية. معهم يجدد طاقته ويشحنها ليعدها لغده المليء بالأشياء السارة. وهذا الفن هذا كما تعرفوا أن فن متميز اللي ما نصيبوش في المناطق الأخرى، حقيقة فن رائع اللي تعرفنا عليه بزاف. لهذا الفن هذا اللي راح يجيب لنا المنطقة قرية، يجيب لنا فوائد كثيرة في المجال السياحي. نفيدو احنا نشوفوا المجتمعات يعني نتصلوا بكل المنظمات السياحية وكاع اللي راهي في المستوى الوطني باش نحثوهم باش يتعرفوا عليه أولا، ثم باش يزوروا المنطقة هذه السياحية ويزوروا يتعرفوا على الفن هذا اللي راه يساهم كثير في الحفاظ على البيئة السياحة البيئة. والشيء هذا اللي نقوم به أنايا ماذا بيا الناس تعلموا تولي تخدم كما هذا وتبرونشي له شوية، وإن شاء الله يعاونونا باه يديفلوبا شوية هذا الآخر المجال هذا تاع البيئة هذا. والهدف نتاع هذا النادي هذا كما هضرنا عليه من قبل يا سي كلير ماهيش حاجة يعني الحفاظ على البيئة والكائنات اللي راهي في حالة انقراض، وماذا بينا إن شاء الله تكون مساعدات من طرف شبيبة واحدة أخرى. حتى يستمر حكيم في فنه ويقاسمه من هم من صنفه من المبدعين، لابد أن تسخى شجرة العطاء من ماء صافٍ يعرف ذوقه وطعمه سكان قورية صغيرهم وكبيرهم. الوقت جميل ينتهي بسرعة مشاهدينا، وخاصة إذا كان معكم موعدنا انتهى، لكن عيوننا على العدد القادم كي نلقاكم. أشكركم على المتابعة، ما تنسوش ترسلونا عبر صفحة الخاصة على الفيسبوك بحار أو العنوان العادي الظاهر أمامكم على الشاشة، دائما لأراكم أفكاركم حتى انتقاداتكم. في الأخير تقبلوا مني تحياتي وتحيات الفرقة التقنية المتميزة لخدمتكم اليوم، والمخرج عمر ثابت وكل طاقم برنامج إبحار. في أمان الله وإلى إبحار آخر.